حابة أعرف أكتر عن طقوسه بقى لما كان بيستعد أو بيحضر لأغنية جديدة أو فيلم جديد، كان بيعيش الحالة إزاي قبلها؟ الحقيقة يعني في مثلا هدي حضرتك مثال بفيلم الخطايا، عبد الحليم لما جه قالوا إنه حسن يوسف هيبقى أخوه في الفيلم، فكلم حسن يوسف في البيت وقال له احنا مش هنبقى اخوات؟ قال له ايوه. قال له طب خلاص تعالى اقعد عندي بقى 15 يوم قبل التصوير كده. قال له طب اجيب هدوم؟ قال له لا انا احنا مقاس واحد، تعالى اقعد معايا. فعلا دي مهمه جدا في نجاح وجي يعني. قعد فعلا معاه 15 يوم في الشقه عندنا في شارع النيل يعني، ويفطروا مع بعض، يتغدوا مع بعض، يخرجوا مع بعض، يروحوا ويجوا وهكذا. كان بيحب يعني يعيش الحاله قبلها. ايوه بالظبط كده. وبالنسبه للاغاني طبعا الاغاني ده بقى لازم برضه هو بياخد يعني استعداداته، بيبقى في الجناح كله محدش بيخش عليه الا بس يا دوبك يجيب له حاجه ياخد منه حاجه ياخد تعليمات بس. انما كان شغال مع مؤلف وملحن وكده جلسات طويله جدا يعني. بروفات كتير. طيب بما اننا خلاص يعني نقدر نقول ان عيد الاضحى على الابواب وخلاص يعني كلها بمسافه ايام، ممكن نقول ايه كانت طقوسه في العيد مع العيله او كان بيحب يعمل ايه اكتر؟ والله طبعا الذبح ده كان لازم، بس هو كانش بيحضر طبعا، وكان حاجات تانية بتحصل يعني في البلد عندنا في الحلوات وكده وفي الزقازيق، كان يعني بيعمل حاجات هو مع ربنا سبحانه وتعالى محدش يعرفها. كان لوالدي والسواق بتاعه وسكرتير استاذ عباس حسين مقربين جدا وكده، وكان يعني بيوصل في وسط حبايبه واصحابه والناس كلها يعني. حلو جدا. طيب هو كان بيشتغل كام ساعة في اليوم؟ يعني ما يجي بقى عنده أغنية عبد الحليم ممكن يعني ينسى نفسه جدا، رغم انه الاطباء احتاروا في حالاته يعني، قالوا عبد الحليم بيشتغل وكتير ويجهد نفسه في الشغل بيخف ومبيجيلوش نزيف، غريبه جدا. وتابعوه قالوا احلى حاجه كان بيعملها انه كان بيمارس فنه سواء كان الغنى او التمثيل. في الحاجات دي كان عبد الحليم بيبقى يوصل صحته للبيك تبقى يعني حلوه جدا. ما عدا بس اخر السبعينات بقى، لانه خد طبعا فيروس على الكبد اللي كان اساسا متليف من عنده 26 سنه، فبقى هنا ابتدوا يقولوا له بقى لازم تخلي بالك من صحتك، ولازم يبقى غنوه واحده بس طويله في السنه، ولازم فيلم واحد في السنه وكده. ابتدى يهتم بقى في اخر في الحبه بتوع السبعينات دي. طب كانت في صوره ليه متداوله بلبس الاحرام، فهل ده كانت مثلا عمره او حج؟ وكانت حالته الصحيه ساعتها عامله ازاي برضه؟ كانت عمره وكان لسه راجع من لندن وراح وسبحان الله الحظ الجميل كانوا فاتحين الكعبه للغسل، وكان في واحد مسؤول افريقيا اللهم امين يا رب، وواحد كان مسؤول افريقيا يخش، فدخلوه مع عم حليم يعني، دخلوا سوا كده وصلوا في الاربع تركان وجش بالبكاء ودعا كتير جدا، وقال انا حسيت كتير جدا بس مش قادر اعبر عنها وكده. وطلع من الكعبه على يعني من مكه على مصر هنا شويه، وبعد كده راح لندن، بعد كده توفى والله.